الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نكمل المحاضرة الثانية بال Directional and Horizontal Drilling، ونجي إلى Survey Calculation، يعني حسابات مسار البئر الاتجاهي أو المائل. Directional Survey are taken at a specific intervals، يعني عمق معين محدد، in order to determine the position of the bottom of the hole، حتى نحدد أسفل البئر المائي relative to the surface، بالنسبة إلى السطح، يعني نحدد مسار البئر المائي بالنسبة إلى المعدات السطحية أو الموقع السطحي. هناك عدة there are several methods، هناك عدة طرق that can be used، تستخدم لحساب بيانات المسح أو لحساب الاتجاه مع العمق. Some of the most common methods that have been used in the industry، يعني بعض الطرق الشائعة لحسابات الآبار الاتجاهية أو المائلة هي خمسة طرق. الطريقة الأولى التنجنشيال، يعني المماسية أو يسموها الليست أكيوريت، هي أقل، يعني المماسية تكون دقتها أقل ما يمكن. والثانية البالانس تنجنشيال، يعني المماس المتوازن. الثالثة الأفرج أنجل، الزاوية، معدل الزاوية، يعني زاوية الانحراف عن العمود. والأربعة radius of curvature، قطر الانحناء أو نصف قطر الانحناء. والخمسة المينيمم كيرفيتشر ميثود، الطريقة أقل انحناء أو المينيمم كيرفيتشر، واللي هي تعتبر الموست أكيوريت ميثود. يعني الطريقة الأولى أقل دقة التنجنشيال، وآخر طريقة المينيمم كيرفيتشر الانحناء الأقل انحناء، اللي هي تعتبر أكثر طرق دقة. كمثال نأخذ example، well البئر XYZ ممثل بالفيجر هذا، هنا هذا surface location، هنا عندنا هذا، إذا نحفر بالاتجاه العمودي هنا شوية هو قال بهذا surface location السطح، وهنا وبعدين هنا عندنا البوتم هول لوكيشن، بوتم هول لوكيشن، يعني نريد نتحرك منا إلى هنا الاتجاه المحفور، وهذا الاتجاه العمودي، وهذا عندنا البي سي البعد هذا 450، والبعد هذا العمودي اللي هو 850، وهذا طبعا الكلوجر او ما نسميه الديستانس اللي هو الوتر مسافة. الانجل هذه الزاوية ايضا موجودة، ايزل اوف ديبارتشر هي، شوفها في ما واضحة بالرسم، بس شوفها هنا حسب بيانات السؤال. Well اكس واي زد ان فيجر بلو، اسيوم ذا تراينجل ريبريزنت، نفترض انه هذا المثلث هو بلان فيو اوف اويل، top view be in the surface location and A in the position of the bottom of the hole. The length B would then be the east coordinate. B نمثل لنا الاتجاه الشرقي أو إحداثيات الشرقية، واللينث A north coordinate. يعني إشقد north coordinate، هنا coordinate بمعنى أنه إشقد المسافة الأفقية باتجاه الشرق، وإشقد المسافة الأفقية أيضا باتجاه النور. Determine the closure distance length C and the closure direction angle beta. يعني المطلوب هذا إشقد السي
enclosure distance. مطلوب ايش قد هذا الزاويه الانجل بيتا اللي هي الكلوجر انكلينيشن او ديبارتشر اللي هي هاي الاي الاتجاه الشمالي الكوردينيت الشمالي اللي هي هذه ال 850 والبي هو الاتجاه الشرقي حركه الاتجاه الشرق اللي هي 450 والبي هي للسيرفس والاي للاندر يعني موقع البئر او البئر النهائي للبئر الحال تؤيد in solving the problem حتى نحل هذه المشكلة plan view as shown in figure مثل ما شفنا بالشكل should be constructed and labeled calculate the closure distance الـC طبعا الـC مثلث قائم الزاوية في نقطة C يساوي لنا C C تربيع يساوي لنا A تربيع يساوي لنا B تربيع وهي تيتا أوس C يساوي تحت الجذر A تربيع زائد B تربيع الأي تربيع اللي هي المسافة قلنا باتجاه الإيست اللي هي 450 حسب الرسم مالتنا والاتجاه النورث كوردينيت اللي هي 650 تربيع تطلع السي يساوي 790.5 إذا الكلوجر ديستانس مالتنا يعني المسافة اللي نتحركها من بي إلى أي هي 790 نوصل للتارجت مالتنا مال البيئة. اثنين هاي حددنا المسافة، الآن نحدد الزاوية اللي نمشي بيها اللي هي البي. هاي حددناها المسافة نمشي 790 نوصل للتارجت. بس بيها اتجاه اللي هو يحدد لنا هاي المسافة الزاوية. فالكالكوليت ذا كلوجر دايركشن يسموه الاتجاه. وصول للتارجت اللي هو في نقطة A The direction of the borehole is always given in azimuth from 0 to 360 or from the north to south as النورث 48 18 ديجري نورث 10 72 ايست اس 42 ايست او اس يساوي لنا 24 35 يعني حسب الازيموث انه طبعا هنا الساين ناخذ ساين بيتا يساوي لنا الاوبوزيت سايد المقابل على اليمن على ال على المجاور على الوتر 450 اللي هو المقابل السي هنا السي او البي البي على الوتر اللي هو 790.57 يطلع 0.5692 ناخذ الانتي انفرس مالته يطلع لنا الزاوية 34.7 سي بنديت فور تايم تابل ان انتربليت يعني هنا نطلعها بالهذا او ممكن عندنا جداول بالابندكس نهاية الفصل او الكتاب يعني يحسب لنا هالقد ساين الزاوية هالقد اذا الزاوية هالقد نعطينا اياها فطلع عندنا 34.7 ديجري The direction The closure direction can be expressed azimuth as closure direction can be expressed in azimuth as 34.7 degree or it can be expressed in quadrants يعني هسه هاي بالربع الاول نحول من converting the decimal to minutes إذا المينتس يساوي الديسيمال 16 0.7 عندنا اللي هي 34.7 الربع في 60 يطلع 32 أو 42 دقيقة خلاص فtherefore the closure distance and direction are إذا closure distance هو 790
0.576, والدايركشن كلوزر دايركشن هو M 34 ديجري إلى 42 minutes. هاي كمثال بسيط. هنا الدايركشنال دريلينج عندنا مجموعة مصطلحات بالدايركشنال دريلينج. هذا هو الفيجر 2-3 يوضح ان الدرو فايل سم اوف ذا بليس وير هنا نومكليتشر فور دايركشنال كومن دريلينج. شوية هنا كمان يعني داخل الرسم هو يعني على كمان خلينا نضيف عشوائي كمان نومكليتشر فور دايركشنال دريلينج. من الرسم راح مجموعة من المصطلحات المهمة. هذا الفيجر هو 2-3 shows a typical build, hold and drop for type 2 well bore and shows some of the common of the more of the more common nomenclature المصطلحات. The place where measurement begin, where the drilling depth measurement begin in the أدنى. روح على الرسم. هذا الرقم مالتنا. هذا عندنا ال MB أو ال RT أو ال DF. Drilling floor أو ال rotary table أو ال telebushing. يعني هاي سطح البير او السيرفس. هنقول نجي هنا ينزل عمودي الى النقطة هاي الكي او بي. الكي او بي اللي هي شو نسميها كيك اوف بوينت. نسميها كيك اوف بوينت. كي او بي كيك اوف بوينت. يعني هنا عندنا الكي بي هو الكلي بوشن. الار تي روتري تيبل او الدي F drilling floor تبني هو يمثل لنا يعني السطح. Place where directional drilling begins is the KOB or kick off point. هنا هاي هنا ينزل عمودي البير بعدين نقطة الانحراف ال KOB أو ال kick off points. The part kick off point the part of the wellbore where the inclination is increased is usually called the build section. مقطع بعد الكيك اوف بوينت هذا المقطع من هنا هي بداية يعني المقطع الاول بالدايركشنال الاتجاهي الميلان نسميه البيلد سكشن مقطع البناء بناء الانحراف من العمودي الى المائل. واضح. بعدين نهاية البيلد سكشن يسموها الـ EOB أو الـ EOC يسموها where the bore inclination increase is usually called the build section or build curve. أحيانا يسموها إما البيلد سكشن أو البيلد كيرف. The part at which the building is complete is the EOB end of the build or الـ EOC end of the curve. يعني هنا نهاية البلد أو نهاية الكيرف فيسموه الـ EOB or الـ EOC end of the build or end of the curve. يعني هي اللي إما نسميها البلد section أو البلد كيرف. The inclination is held constant in the next portion of the well and is called the tangent section or the hold section. ورا البلد اوف بوينت يبدي عندنا خط مائل بس مستقيم
ما بي انحراف، ما بي انحراف من مثل البلد سكشن، هذا يسموه التانجنت سكشن أو الهولد سكشن، يعني المماسي أو الثابت، الهولد ثابت، هذا الزاوية ثابتة يمشي أفقي، واضح؟ نسميه الهولد سكشن أو التانجنت سكشن. بعدين وراء نهايته أكو أيضا الأند أوف تانجنت سكشن EOT أو EO سمينا البلد. نهايته وبعدين نجي الدروب سكشن مقطع التسقيط أو المقطع النهائي دروب سكشن، هذا الدروب سكشن منا من نهاية التانجنشال أو الهولد إلى البئر، نهاية البئر. The drop section is the portion of the well where the inclination reduced. يقل هنا الميلان يقل، الـ drop section هنا أقل زاوية. إذا عندنا احنا هذا التايب 2 بـ 3 مقاطع أو أربعة الأربعة أو العمودي نهاية الـ KOB، بعدين الـ build section نهاية الـ OB، بعدين التانجنت او الهول سكشن، وبعدين الدروب سكشن نوصل للهاي. طبعا هنا عندنا الفيرتيكال سكشن او يسموه هذا الديبارتشر يسموه، وهذا التوتال فيرتيكال ديبث، هذا التوتال فيرتيكال ديبث هو العمق العمودي، بينما المجر ديبث هو هذا، طبعا شو يكون الاتجاه ويا خط ميلان البئر، وبالتالي طبعا المجر سكشن يكون اكبر من البلد سكشن طوله او التوتال فيرتيكال ديبث. هنا عندنا راح يعطينا الفيجرز اللي يستريت ذا تايبس اوف ميثود شود. هنا عندنا الاستريشن اوف تانجنشال ميثود، التانجنشال ميثود هنا عندنا مثلا هنا عندنا السيرفس، واحنا نورث هذا السيرفس ونريد نوصل الى هذه المنطقة هذا البئر بهذا الاتجاه، فناخذ مماس، هذا المماس يسموه التانجنشال اللي هي التانجنشال ميثود حسب هذه الطريقة، مماس لهذا، فمناخذ هذا الجسم يعني هذا المنحني، لا ناخذ مماس عليها لتسهيل الحسابات بهذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي هي قلنا سميناها البالانس تانجنشال، بالانس تانجنشال ميثود، هنا عندنا هنا هذا السطح ونريد هنا المقطع، هنا البئر يصير بين هنا، بعدنا هذا المنحني فيصير عدة بالانس، هنا منا يصير مماس ومنا يصير مماس، هذه نسميها البالانس حسابات، يعني شلون نحسب البالانس وراح نشوف شلون تحسب هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة اللي هي طريقة الانجل الافرج انجل، افرج انجل بهذه الصيغة، يعني هنا عندنا يحسب هذه الزاوية وهذه الزاوية يحسبهن وياخذ الافرج مالتهم، هاي الافرج مالتهم، فعدة الاسيوم هو هذا كورس، فيصير كأنما هذا هو المطلوب بالبئر حتى نوصل لهنا، طبعا هذا المنحني هو البئر الحقيقي الاكتشوال وول كورس او اتجاه البئر المضبوط الحقيقي. نجي للطريقة الرابعة اللي هي الـ curvature radius of curvature، هو هذا ناخذ هذا المنحني وش قد نصف القطر مالته assumed and actual course، هنا يطابقون فنحسب على اساس الـ actual course، ما عندنا مماسات نسوي، واضح؟ نعم هذا الـ لذلك هي شنو
يعني أقرب إلى الدقة. وآخر شيء عندنا اللي هو المينيمم كيرفيتشر ميثود، نفس الطريقة السابقة بس هنا ياخذ مماسات، مماسات للنقطتين هنا اللي تمثل الاكتوال كورس، ويحسب هذه الديستانس اللي هي نسميها المينيمم كيرفيتشر ميثود، هاي أقل قيمة للانحناء. المينيمم كيرفيتشر ميثود هاي الطريقة هي تعتبر أدق طريقة من الطرق. قلنا الطريقة الأولى هي أقل دقة، وآخر شيء الطريقة الأخيرة اللي هي أكثر دقة من المقاييس. الإكزامبل الثاني حتى نشيك الحسابات. The survey data for directional world number 1 are shown in figure table 2-3. Determine the wallboard position at each survey point using the tangentially balanced average angular radius of curvature and minimum curvature method. هذين الطرق ثلاثة نقدر نريد نسوي لهم هذا هو الجدول عندنا. survey for example 2-2 measure depth والانكلينيشن والازيموث، منطيك يبدي من الزيرو بعدين كل الف، طبعا هاي كالكوليشن هو حاسبهن ومطلع الانكلينيشن ومطلع الازيموث، واضح للجدول الإكزامبل 2-3 ما يعني ما ادري وين موجود، خلينا نشوفه. الظاهر هاي من هسه نشوفه. هنيجي الان نحسب الطرق المختلفة ذن الخمسة للإكزامبل هذا. راح نحسب الدايركشنال الاتجاهي بال determine the wallboard position survey data for wall number 1 shown in table 2-3. Determine the wallboard position at each survey point using the tangential balance angle. الطرق المختلفة ذن الخمسة اللي قلناها. نجي التانجنشيال ميثود. at 0 and الف فت، يعني بين الصفر والعمق الف فت، the inclination is 0، ما عندنا inclination، اذا معناه الوالبور position is 0 north and 0 east، بمعنى انه الكيك اوف بوينت وين واصله لحد الالف فت. السرفي ذات
ألفو مية show the inclination to be 3 degree in the north 21.78 direction. الأزيموت 21. Calculate the position of the wall bore at 1100 feet. واضح؟ اللي هو إن هذا الجدول بالألف طبعا زيرو بالسيرفس الزيرو بالألف فيت عندنا زيرو أزيموت زيرو أزيموت إذا معناه من نجي إلى 1100 بعد من مشينا حفرنا 100 فيت الإنكلينيشن صار 3 والأزيموت 21.78 يعني من ناخذ 100 لوخ الإنكلينيشن صار 6 والأزيموت 26.5 وهكذا 100 فيت يتغير طبعا الإنكلينيشن بيزيد 3 درجات والأزيموت يتغير حسب الاتجاه ماله فمعناه احنا هسه الآن بالالف فيت معناه الكيك اوف بوينت مالتنا بالالف فيت وراها بالالف ومية من حفرنا 100 فيت بدا الانحراف بدا الدايركشنال دريلينج او الحفر المائل فالان نجي نريد نحسب شنو عندنا التغير بالمسافة العمودية والمسافة الافقية حتى نوصل لوين للالف ومية فيت الدلتا ام دي الفرق بالمجر دب المجر دب الMD2 ماينس الMD1 يعني العمق اللي نمشي احنا الثاني او النهائي ناقص العمق الاول العمق النهائي عندنا شقد 1100 فيت العمق الاولي اللي هو كيك اوف بوينت الف فيت يطلع لنا 100 فيت هذا الدلتا MD مجر دب تغير بالمجر دب هذا الجدول اللي هو 2 وليس 2 نجي الآن الدايركشن أو ذا وول بور يعطينا هو الدايركشن الأزيموت 21.78 however in the equation A must equal a value between 0 and 360 طبعا يعني زاوية الانحراف محصورة بين فالنورث راح يساوي لنا 360 or 0 degree الايست 90 الساوث 180 الويست 200 هاي يعني هو المعتاد الدائرة مقسمة الى الاتجاه الشمالي 360 او صفر اتجاه الشرق 90 الى الجنوب 180 والغرب 270 دائرة كاملة حسب السكوير مال المربع We're referring to the whole direction of the wall bore. إذا رجعنا على اتجاه البئر as shown 21.7 it is 21.7 degree east واضح حسب الآلة لأن أقل من 90 إذا هو باتجاه الشرق ومقدار الزاوية 21.7 east it is of the north باتجاه الشمال يعني كأنما هذا الربع الأول الأزيموت إذا راح يساوي لنا باتجاه الشمالي أو الاتجاه بشكل عام هو 0 زاد 21.7 ويساوي 21.7 دقيقة إذا استخدمنا التانجنت ميثود الكالكوليت دلتا توتال فيرتيكال دبث ايش قد عندنا؟ احنا حسبنا الدلتا مجر دبث الفرق بين العمقين الان نريد قد التوتال فيرتيكال دبث قد مجمع عمودي كانما يساوي لنا الدلتا ام دي المجر دبث في الكوساين الزاويه اي اللي هي مال من مال الانكلينيشن فتوتال فيرتيكال دبث يساوي لنا دلتا ام دي اي 100 في كوساين الزاويه 3 وحسب ما قلناها بالجدول ويساوي لنا 19.86 اذا الدلتا دي بي مع دلتا دي بي يساوي لنا 100 في كوساين الزاويه 3
الآن نحسب true vertical depth at the lower survey point. إذن total total vertical depth 2 العمق العمق دي بنهاية ال 1100 فيت راح يساوي دلتا في دي زائد total vertical depth يساوي 99.86 ويا الألف يساوي 1099.86 فيت. إذا حسبنا الآن المجر depth المجر depth هو 1100 محسوب فطلعنا الدلتا مجر depth اللي هي 100 فيت وطلعنا بعدين التوتال vertical depth الثاني لأن حسبنا الدلتا دلتا في دي دي وهي العمق الأصلي اللي هو الألف فيت اللي هو كوب بوينتس. نجي نحسب الكالكوليت دلتا نورث ودلتا يد عندنا تغير بالنورث وش يد عندنا تغير بالإيست هاي تروح على اليمن على اليمن على الأزيموت كالكوليشن. فكالكوليت دلتا نورث يعني تنحرف باتجاه الشمال يساوي لنا دلتا ام دي في ساين الاي 2 في كوساين الاي 2 واضح هذا القانون مالته. فدلتا ام دي 100 في ساين الاي 2 ساين 3 ديجري اللي هي الانكلينيشن والكوساين الاي 2 اللي هو الازيموت اللي هو كوساين 21.7 يطلع 4.86 فيت. هذا دلتا نورث. إذا نحسب الكالكوليت ذا نورث كوردينيت الإحداثيات باتجاه الشمال لنقطة الحفر مالتنا at the lower survey point فدلتا نورث 2 الاتجاه من النقطة الثانية يساوي دلتا نورث زائد دلتا نورث 1 ويساوي لنا 4.86 زائد 0 ما عندنا انحراف بالنقطة الأولى اللي هي بال 1100 تطلع الانحراف مالتنا باتجاه الشمال 4.866 هذا باتجاه الشمال. الدلتا ايست كالكوليت دلتا ايست يساوي لنا دلتا ايست يساوي لنا دلتا مجر دب في ساين الاي 2 هنا ايضا نفس ساين راح يتساين بالنسبة للانكلينيشن في تغير عندنا فقط هنا كوساين الاي 2 بالنسبة للنورث نايجي ساين الاي 2 ساين الازيموت يطلع انه يساوي لنا 100 في ساين 3 في ساين 1.94 فيت. كالكوليت ذا ايست كوردينيت ات ذا لور سيرفي بوينت الايست الاتجاه الشرقي خذ الاتجاه الشرق من نقطة الألف ومية النقطة الجديدة من مشينا 100 فيت دلتا إيست زائد إيست 1 ويساوي 1.94 على البوينت أيضا 0 ما عندنا إيست لأنه التيكو بوينت الأولى 1.94 فيت أي ما عندنا دلتا فيها أو خلينا نسويها كوبي دلتا توتال فيرتيكال ديبث يبناوي هنا. فهنا عندنا وصلنا شنو دلتا اس والايست 1.94 طلعنا دلتا اس 1.94 بالقانون وضفنا للايست 1 اللي هي اتجاه الشرقي للنقطة اللي ترفض كيكو بوينت اللي هو صفر يساوي 1.94 وهكذا بالنسبة لبقية المواد. Calculate the position of the wellbore at the next survey point. نقطة الحفر مالتنا الثانية بعد 100 فيت صار 1200 فيت واضح؟ يعني انتقلنا من 1100 فيت إلى 1200 فيت كمجر depth
نحسب الدلتا MD MD2 minus MD1 1200 ناقص 1100 ويساوي لنا أيضا 100 فت لأنه شو 100 إذا المجال depth هو 100 direction of north 26.5 هو مطينا بالجدوى 26.5 إي هات 1200 طبعا الانكلينيشن صار 6 therefore الأزيموث 26.5 فالدلتا total vertical depth يساوي لنا الدلتا عن دي كوساين الاي 2 يساوي لنا 100 في كوساين الاي 2 صار 6 الانكلينيشن 99.45 اذا دل total vertical depth بالنقطة الثانية يعني بال 1200 يساوي لنا الدلتا total vertical depth عن دي 1 يساوي لنا 99.45 زائد 1099 نحن وصلنا الآن 1039 بالنسبة لل vertical depth بالنقطة الأولى يصير عندنا 191.50 الآن نحسب ال دلتا بالنورث يصير عندنا تغير بالنورث دايركشن القانون دلتا عن دي ساين الاي 2 في كوساين الاي 2 يساوي لنا 100 المجال دلتا عن دي في ساين الستة في ساين 26.5 يطلع 9.35 هذا نضيفه للنورث المال النقطة الثانية نورث 2 يساوي لنا دلتا نورث زائد النورث 1 يساوي 9.35 اللي طلعناه دلتا نورث ويا النورث مال ال 1100 اللي هو طلعناه الخطوة السابقة 4.85 وراح يصير المجموع 14.925 هذا بالنسبة للنورث 2 نحسب دلتا ايست للنقطة الثانية بال 1200 يساوي لنا دلتا مجال دلتا في ساين الاي 2 في ساين الاي 2 ويساوي لنا 100 في ساين 6 في ساين 26.5 يطلع يساوي 4.665 إذا الإس جديدة للنقطة الثانية اللي هي بال 1200 يساوي الدلتا إيست الجديدة زائد الإيست مع النقطة واحد يعني 4.66 زائد 1.94 يساوي 6.66 إذا معنا هسه احنا حسبنا للنقطة الأولى والنقطة وهاي نفس السيم كالكوليشن ار ميد ات اتش سيرفي ديبث and the result are shown in table 2-4 والنتائج موضحة بالتابل 2-4 اللي هو شوفوا بعدين الموجود table 2-4 بنهاية الطرق ال 2-4 كل طريقة راح نشوف الحمد لله الطريقة الثانية tangential method الطريقة الثانية اللي هي calculate the position of the wellbore at 1300 feet using the balanced tangential method given the values at 1200 feet from table 2-5 بعدنا delta MD ساوينا measure depth ناقص measure depth 1 1300 ناقص 1200 ويساوي لنا 100 فت يعني هسه انتقلنا من 1200 الى 1300 ايضا 100 فت نريد نحسب الحسابات مالتنا ايش قد عندنا التغير بالدلتا total vertical depth ايش قد عندنا الايست والويست coordinate وايضا فالازيموث ات 1300 فت 23.3 هنا الدلتا في دي دلتا توتال فيرتيكال دلتا بهذه الطريقه البالانس يساوي لنا قانونها دلتا ام دي على 2 في كوساين الاي 2 زائد الكوساين الاي 1 يعني اذا دلتا توتال فيرتيكال دلتا دلتا ام دي هو 100 على 2 في كوساين 9 اللي هو الزاوية الجديدة بال 1300 الانكليشن صار 9
والانكليشن القديم بال 1200 هو 6 فيطلع 99.9. اذا توتال فيرتيكال ديبث 2 يعني اكبر 8 يساوي الدلتا تي في بي زائد تي في بي 1 ويساوي 99.1 هاي اللي طلعنا. والتوتال فيرتيكال ديبث اللي طلعنا بالخطوه السابقه 1199.59 يطلع 1299.7. التغير بالدلتا نورث شو يساوي لنا؟ يساوي لنا القانون مالت الدلتا ام دي على 2 ساين الاي 1 اكس كوساين الاي 1 زائد ساين الاي 2 كوساين الاي 2. يعني هنا انكلينيشن في ازيموث انكلينيشن في ازيموث بس يختلف الساين والكوساين. فدلتا نورث يساوي لنا 100 على 2 ساين 6 في كوساين 26.5 الازيموث. هاي الانكلينيشن مال النقطة الثالثة وهذا الازيموث مالتها. في ساين النقطة الثانية اللي هي ساين 9 بال 1300 الانكلينيشن صار 9 وكوساين الازيموث مالتها 23.3 تطلع 11.86. إذا النورث الجديد يساوي لنا الدلتا نورث زائد النورث القديم يساوي لنا 11.86 زائد النورث القديم حسبنا 9.54 يطلع بال 1200 21.4 degree feet. نيجي نحسب الدلتا إيس تغير كبير مقدار التغير بالاتجاه الشرقي. دلتا ام دي على 2 ساين الاي 1 في ساين الـ A1 زائد ساين الـ A2 في ساين الـ I2 في ساين الـ طبعا هنا شو ساين كوساين هنا لا ساين الساين بالنسبة لنا للإيست فنعوض عنهم بما يساويهم يطلع الدلتا إيست يساوي لنا 100 على 2 ساين الستة في ساين 26.5 زائد ساين التسعة في ساين 23.3 يطلع 5.46. هذا الدلتا ايست نضيفه للايست القديم. اذا الايست مال ال 1300 فيت يساوي لنا شقد عندنا تغير بالايست دلتا ايست زاد الايست بالنسبه لل 1200 يساوي لنا 5.43 زاد 4.275 يطلع 9.75. وهكذا ممكن نعيد the same calculation are made for each survey data and the result are shown in table 2. هذه الطريقة الثانية. الطريقة الثالثة خلنا نأخذ هاي الطريقة ونقول average angle method طريقة معدل الزاوية. calculate the position of the wallboard at 1400 feet using the average angle method and the survey data at 1300 feet in table 2.6. هنا يريد انتقلنا من ال 1300 الى ال 1400 يريد يحسب ايش قد عندنا التغير بالتوتال فيرتيكال ديب وايش قد عندنا التغير بالايست اتجاه النورث واتجاه الايست حتى نروح للتارجت مالتنا. هنا المعادلات بالنسبه للمعدل الزاويه دلتا ام دي هو يساوي لنا هنا 1400 ناقص ال 1300 يساوي لنا 100 فت. الازيموث ات 1400 فت حسب التيبل 2.2 او 2.3 هو منطينا بال 1400 20.3. طبعا الانكلينيشن صار شقد؟ صار عندنا 12 زاد 3 درجات بين 3 6 9 12 يعني الانكلينيشن يزيد 3 3. فنحسب دلتا تي في دي بهذه الطريقه يساوي دلتا ام دي في كوساين اي 1 زائد اي 2 على 2 هذا تسموها طريقه الافرج انجل ياخذ الافرج مال الزاويتين. فمية دلتا ام دي في كوساين الاي 1 هي 9 الاي 2 جديده بال 1412 على 2 يساوي 98.3 يضيفه لل
تقدر تقدر في الأصلي إذا تي بي دي 2 يساوي لنا دلتا تي بي دي زائد تي بي دي 1 ويساوي لنا تي دي دلتا تطلع 98.3. التي بي دي 1 حسبناه بال 1300 هو 1298.8 يطلع لنا 1398.136. واضح؟ يعني شوف الفرق هنا المجب 1400 العمودي 1398.31. نجي الدلتا نورث في ساوينا دلتا ام دي في ساين مكان هنا كوساين هنا يصير ساين بالنسبة للنورث اي 1 زائد اي 2 على 2 في كوساين الاي 1 زائد الاي 2 على 2 فالدلتا نورث يساوينا المجب دلتا 100 في ساين 9 زائد 12 على 2 كوساين 23.3 الازيموث بال 1300 يضيف للازيموث بال 1400 حسب السؤال اعطيناك السؤال على 2 يساوينا 16.92 فيحسب النورث الجديد اللي هو دلتا نورث زائد النورث اللي قبله يساوينا 16.92 ويا النورث مال الأصلي مع ال 1300 يطلع 38.49 يروح على الدلتا إيست دلتا إيست دلتا عن دي إكس يساوي ساين الآي 1 زائد الآي 2 على 2 شوف هنا نفسه هذا تغير فقط هنا بالجهة كوساين هنا يصير ساين آي 1 زائد الآي 2 على 2 يطلع 16.952 ونضيف النورث الجديد يساوي دلتا نورث زائد النورث القديم يساوي 16.92 زائد 20.57 يساوي 38.49 هذا بالنسبة للنورث الجديد دلتا ايست تغير بالايست دلتا ام بي في ساين الاي 2 بلس 1 في ساين الاي 2 على هنا كان كوساين هنا صار ساين غير يطلع يساوي دلتا ايست يساوي 6.76 اذا الايست 2 يساوي دلتا ايست زائد الايست 1 ويساوي 15.5 اذا ممكن نعيد the same calculation on every survey data as shown in figure table 2.6 شكرا لصاحبكم نكمل الدرس القادم بالطريقتين